ارنب بالزيتون. كنا حطينا ارنب هنا على النار مع معلقة زيت وملح وفلفل لحد ما شوحناه تشويحة حلوة كده ولطيفة. هنا عندي بقية بقى المكونات بتاعة الارنب. عندي ارنب متقطع واتشوح في الزيت والملح والفلفل. عندي جزر وكرفس وبصل روزميري ومرقة، مرقة فراخ او لحمة او خضار او مية سخنة لو حبيته. صلصة طماطم، زيتون اسود واخضر مخليين، ملح مش كتير طبعا عشان الزيتون، وفلفل اسود وزيت زيتون وليمون معصفر متقطع. وللتقديم عندنا رز بسمتي اصفر مستوي، سواء تعملوه بقى ببودرة الزعفران او بالكاري او بالكركم. طبعا الكاري والكركم افضل علشان الفايدة وعلشان الطعم. هنا كده احنا شوحنا الارنب كويس قوي، هرفعه وهو ده اللي انا كنت عايزة اعمله في الفاصل عشان اكسب وقت وعشان التشويح ما فيهوش يعني ايه خطوات انتم محتاجين تشوفوها. مكان الارانب هنا في زيت الزيتون اللي موجود هنا ده مع بواقي تحمير الارنب والملح والفلفل، هقوم نازلة بالبصل، الكرفس، الروزميري، الجزر. طبعا احنا هنا مستخدمين جزر يعني صغير او بيبي كاروت، لكن انتم ممكن تستخدموا شرايح من الجزر العادي مفيش مشكلة، بس برضو نقوا الجزر الصغير. ليه؟ لانه تسويته بتكون اسهل وطعمه بيكون متسكر اكتر بكتير. اما يترو هقوم منزل عليهم معلقة واحدة من الصلصة، انا مش عايزاه يطلع احمر. حاضر، في اشارجي مرور هنا. معلقة صلصة واحدة صغيرة، انا مش عايزة يطلع الطبخة تطلع حمرة، انا بس عايزاها تبقى ملونة حاجة بسيطة جدا. هنا الدنيا كده ايه طريت معايا، اقوم حطة شوية زيتون اخضر، شوية زيتون اسود، ليمون مخلل، واقوم حاطه شويه شوربه او ميه سخنه، وارجع تاني بالارانب هنا. ممكن تكملوا تسويتها على النار، ممكن تكملوا تسويتها في الفرن كده. بس عايزه انزل ادفن الارنب مع الخضار والسوائل عشان ياخد ايه من الطعم مظبوط. اشوف ايه الاخبار، بسكينة صغيرة كده اختبر اشوف الارانب استوت ولا لسه. استوت، رائعة، جميلة جدا جدا. نبص برضو على الجزر كده نشوفه استوى ولا لا. استوى، لذيذ قوي قوي. اوكي، وناخد بقى الرز الاصفر اللي هنقدم عليه الارانب والخضار طبعا. مغرفة بقى عشان اخد كل ال كل الطعم ده. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.